تحت شعار تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة. هل بإمكان البوليساريو تصعيد القتال وتحقيق الاستقلال كما أعلنت كشعار المؤتمر؟ شعار المؤتمر كان فقط مجرد شعار، والشعارات هون فقط هي لدغدغة العواطف ولخداع الناس وأعطاهم أماني بالأحلام. فالبوليساريو أعلنت الحرب منذ عامين، أكثر من عامين، نوفمبر ديسمبر جانفي، يعني عامين وثلاثة أشهر، ودار اللقمان على حالها لم يحرك شيئا. فقدنا القرقرات نهائيا، وفقدنا شاطئ البحر، وبالتالي فقدنا المناطق المحررة أو التي كانوا يسمونها المناطق المحررة، وهي المناطق العازلة، لأنها ما تقدر يدخلها واحد من قيادة البوليساريو، ويدخلها يدخل متخزن وخايف. حتى مئات الصحراويين والموريتانيين الذين كانوا يرعون إبلهم وماشيتهم وينمون الماشية والإبل في المناطق المتنازلة حرموا منها، وكان هناك الكثير من الضحايا، لأن الطائرات المسيرة المغربية سيطرت على الوضعية. إذن فإعلان الحرب من طرف البوليساريو كان مثابة جريمة في حق الصحراويين. خسروا أكثر من 300 سيارة كانت مطروحة في القرقرات، عايشين بها صحراويين يعاونوا بها عائلاتهم في المخيمات، يحانوا يمرقوا ورقة من بولانوار ولا نواذيبو، يخطوا بها السيارة شور المخيم يبيعوها ويعاونوا بها عائلتهم. هاي 600 سيارة مشاتها بجغها المغرب، والمنطقة انقفلت نهائيا، ما تأخذ من حدش، ما هو حد واخذ عن طريق السلطات المغربية. فبالتالي كانت جريمة مصيوب عنها، والمناطق المحررة حرمت على الناس، وعشرات الصحراويين والملتانيين اللي كانوا في المناطق لقاس في ديرك، والقاس زويرات، والقاس بن مغري، ولا قاس حسين لقر، ولا قاس الحفيرة، ولا قاس المخيمات، وخلوا حياتهم سايبة، لأن ما عندهم لها شيء، ولا تدخل سيارة ذيك المناطق، ما مشات ضحية للطائرات المسيرة. إذن ما نتيجتها؟ هو معناها على أن القيادة اتخذت قرارا ما هي عارفة شنه، وليست في مستواه، ولم تحضر له، لأنه بالتالي قيادة استكهلت وشاخت وأصبحت عاجزة عن تسيير الوضع أو تفاهم الوضع، ومع هذا حرمت على الشباب ملي اللي قد يعدل شيء على أن يتولى المناصب وبقيت في مناصبها، والنتيجة واضحة، وأكدتها أكدها التقسيم الأخير للمناصب في الأمانة الوطنية الذي هو عد فضيحة. إذن فالمؤتمر نتائجه كانت مأساوية لا نتيجة تذكر، ما عدا الصراع من أجل اختيار الرئيس، وتم اختيار الرئيس الغير مناسب، وبالتالي هو الجمود، وبعد ذلك تم اختيار الأمانة الوطنية كالعادة على أساس الحصحصة القبلية الموجودة في إطار الصراعات القبلية المعول بها حاليا في المخيمات وداخل البوليساريو. إذن فبالتالي تقييم المؤتمر تقييم سلبي ولا ترجم الفائدة، بل نتيجته هو على أن اللي كان الشعب طارح عليه أمل ولا راجي منه شيء، ظهر له عنه ما جاب شيء، وعن دار اللقمان على حالها وعلى لا جديدة يذكر. هذا بالنسبة لتقييم نتائج المؤتمر، اللي عاد بالنسبة لي أنا هو فقط مجرد مؤتمر مسرحية ظهرت فيه الصراعات القبلية بشكل واضح ومكشوف، وظهرت فيه استخدام البلطجية للتأثير على الانتخابات والتزوير في الانتخابات، والحصحصة القبلية لتحديد من هو عضو في الأمانة الوطنية بشكل شوي ومخزي ومهزم ولا يبشر بخير. كيف تفسر السؤال الثالث؟ كيف تفسر الصراعات التي وقعت في البوليساريو وخاصة بين قيادتها التاريخية؟ أفسرها على أن هذه القيادة لا تبحث ولا ترغب في حل للصحراء. هذه القيادة أصبحت قيادة مستقلة بأموالها وبيبالها وبدياراتها وبفيلاتها وبتاتها وبحساباتها البنكية، وأولادها يعيشون في بحبوحة نعيم في الجزائر ولا في موريتان ولا في أوروبا ولا في إسبانيا ولا في فرنسا. هذا يثبت على أن هذه القيادة لم تعد قيادة لحركة التحرير، بل قيادة عاشت على حساب معاناة النساء والأطفال والكهول الذين يعانون تحت الخيام خلال 45 سنة، واستغنوا على حساب هذه المعاناة ويكبروا الذروة وعدوا الأموال طائلة، وبالتالي أصبحت الثورة بالنسبة لهم هي مجرد ثروة
ولما تتحول الثورة إلى ثروة ذلك بداية النهاية بالنسبة لأي ثورة لأي ثورة أو حركة تحرير في العالم. وهذه الصراعات بيناتهم تبتتنا على أنهم متصارعين فقط على الأموال وعلى المناصب وعلى الخزينة وعلى الميزانية لا أقل ولا أكثر. لم يكن هناك صراع من أجل كيف نطور الحرب، لم يكن هناك صراع من كيف نخرج شعبنا من وضعية اللجوء، لم يكن هناك صراع كيف نتفاوض مع المغرب من أجل البحث عن حل، لم يكن هناك صراع حول كيف نفرض على مجلس الأمن أن يطبق قراراته المتعلقة بقضية الصحراء الغربية. كل ما هنالك هو صراع من أجل السلطة والبقاء في السلطة وليذهب الشعب والمصير إلى الجحيم. هذا بالنسبة لسؤالكم الرابع، هل بإمكان البوليساريو تصدى القتال وتحقيق الاستقلال كما أعلنت كشعار المؤتمر؟ شعار المؤتمر كان فقط مجرد شعار، والشعارات هون فقط هي لدغدغة العواطف ولخداع الناس وأعطاهم أماني بالأحلام. فالبوليساريو أعلنت الحرب منذ عامين، أكثر من عامين، نوفمبر ديسمبر جانفيفر، يعني عامين وثلاثة أشهر، ودار اللقمان على حالها لم يحرك شيئا. فقدنا القرقرات نهائيا، وفقدنا شاطئ البحر، وبالتالي فقدنا المناطق المحررة أو التي كانوا يسمونها المناطق المحررة وهي المناطق العازلة، لأنها ما تقدر يدخلها واحد من قيادة البوليس، ويدخلها يدخل متخزن وخايف. حتى مئات الصحراويين والموريتانيين الذين كانوا يرعون إبلهم وماشيتهم وينمون الباشية والإبل في المناطق المتنازلة حرموا منها، وكان هناك الكثير من الضحايا لأن طائرات المسيرة المغربية سيطرت على الوضعية. إذن فإعلان الحرب من طرف البوليساريو كان مثابة جريمة في حق الصحراويين. خسروا أكثر من 600 سيارة كانت مطروحة في القرقرات عايشين بها صحراويين يعاونوا بها عائلاتهم في المخيمات، يحانوا يمرقوا ورقة من بولانوار ولا نواذيبو يخطوا بها السيارة شور المخيم يبيعوها ويعاونوا بها عائلتهم. هاي 600 سيارة مشاتها بجغها المغرب، والمنطقة انقفلت نهائيا، ما تأخذ من حدش، ما حد واخذ عن طريق السلطات المغربية. فبالتالي كانت جريمة مصيوب عنها، والمناطق المحررة حرمت على الناس، وعشرات الصحراويين والملتانيين اللي كانوا في ذلك المناطق لا القاس في ديرك والقاس الزويرات والقاس بير مغرين ولا قاس حسين لقر ولا قاس الحفيرة ولا قاس المخيمات، وخلوا حياتهم سايبة لأن ما عندهم لها شيء، ولا تدخل سيارة ذيك المناطق ما مشاد ضحية للطائرات المسيرة. إذن ما نتيجة هذا؟ هو معناه على أن القيادة اتخذت قرارا ما هي عارفة شنه وليست في مستواه ولم تحضر له، لأنه بالتالي قيادة استكهلت وشاخت وأصبحت عاجزة عن تسيير الوضع أو تفاهم الوضع، ومع هذا حرمت على الشباب ملي اللي قد يعدل شيء على أن يتولى المناصب وبقيت في مناصبها، والنتيجة واضحة وأكدتها أكدها التقسيم الأخير للمناصب في الأمانة الوطنية الذي هو عد فضيحة.